نشكر سيد الوالي اليوم اللي استقبلنا، والله مشكور برشا برشا، التفاع له باش يحرص على المواصلة دعم المشروع هذا اللي أخيرا وافقتنا عليه وزارة الدفاع، ما لا ترى مانعا في إرساء هذا المشروع بجهة بنزرت الشمالية اللي يمتد على 2 كيلومتر. المشروع هذا كان السيد الوالي زيارته للمنطقة أثرت هذا الحوار ما بيننا نحن وزارة الدفاع، وكان التفاعل إيجابي حتى من وزارة الدفاع أنها رسلتنا في أقرب وقت واعطتها الموافقة باش نعملوا هالمشروع هذا لجهة بنزرت ولتونس الكل إن شاء الله في أقرب الأجل. المشروع هو كما قلت لك يمتد على 2.20 كيلومتر بكلفة تناهز 7.8 مليون دينار. كلفة التشغيل متاعه يوصل حتى 30 فرد. مباشرين أي مباشرين مباشر دون اعتبار الناس اللي باش تجي سيزونية ولا متعاقدين يعني. هذا المشروع باش فيه 12 كابينة، ثم دي كابين نتاع أربعة أشخاص، وثم دي كابين نتاع 6 أشخاص، ثم كابين نتاع 12 شخص. هو يمتد من نقطة الانطلاق قريبة من منتزه الريف من جهة الناظور، يوصل حتىش قريب شوي العين الباردة، مع تمكين المسافرين من بعض المناطق ووسائل ترفيهية وخدمات باش تتوفر لهم كل شيء، باش نعملوا معاهم كلوب كويستر ماشي التجول غادي في المنطقة، باش يكون ثم كوادات زاد كيف باش يكون ثم مناطق ترفيهية زاد، وهو موجود لكن باش نثمنوه ونكبروا في المشروع. الإنجاز باش يكون من طرف شركة عالمية مختصة في المجال هذا، في مجال تيليفيريك، يكون نموذج إن شاء الله بقدر ربي في المنطقة، ربما يكون بداية الولايات أخرى إن شاء الله، نشوفه أما مناطق يعني تستجيب أن بش يكون فيها تيليفيريك إن شاء الله قد ربي، كما الساحلية وكما الجر. المهم أن تكون أول نقطة في بنزرت تعمل وتكون قاطرة للمشاريع التاليها في بنزرت إن شاء الله قد ربي.